السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، رقمين بالأعلى من زاخو للفاو، وين ما كنت بالعراق تقدر تتصل بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج، الرقمين اللي بالأسفل أو الجوة الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر، الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط، ومن يتابعنا من باقي دول العالم يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الرقمين الموجودات بالأسفل، نفس الرقمين ذني بصف إشارة واتساب اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان، أتمنى يبعث لنا رسالة على رقم الواتساب المخصص بالبرنامج، أتمنى تكون الرسالة مكتوبة مطبوعة باسمك ومكانك، لأنه ما أقدر أستقبل لا مكالمة على الواتساب ولا أقدر أستقبل رسالة صوتية أو فيديو على الواتساب. شكرا لكم مشاهدينا، نبدي حلقة اليوم بأول ملفاتنا واللي هو ملف النازحين ومعاناتهم ويا بداية موسم الأمطار. معاناة النازحين نشوفها بمخيمات النزوح العراقية وتزداد يوما أو يوميا أكثر بأكثر. اليوم النازحون يقضون عامهم الثامن بظروف بائسة بظل انعدام الحد أدنى للخدمات والعيش الكريم. على الرغم من وجود مطالبات لإنهاء هذا الملف وإعادة النازحين لمناطقهم أو توفير المستلزمات الضرورية لهم بالوقت اللي تتنصل به وزارة الهجرة والمهجرين من مسؤولياتها، اليوم عندنا عشرات الآلاف من الأسر العراقية الغير قادرة على العودة إلى منازلها ومناطقها ومحافظاتها لعدة أسباب إحنا مو بصدد ذكرها بحسب ما ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين ببغداد، علماً أن وزارة النازحين ما تدرج المقيمين خارج المخيمات ضمن إحصائياتها وتقدم المساعدات إن وجدت لأنها قليلة جدا إلى نازحي المخيمات حصرا، بالوقت اللي يقدر به إجمالي النازحين خارج المخيمات بأكثر من 750 ألف مواطن يقيمون بمجمعات سكنية على نفقاتهم الخاصة في أربيل وسليمانية و كذلك بغداد والأنبار وغيرها من المحافظات العراقية. وما استطاعت الحكومات المتعاقبة حسم ملف النزوح الأسباب هواية يتعلق بعضها بسيطرة الميليشيات على عدد من مناطق النازحين، منعهم من العودة إليها، وأخرى خدماتية تتعلق بتعرض منازلهم للهدم والسلب من دون تعويضات حكومية. ملف إعمار المناطق المهدمة لحد هاي اللحظة اللي نزح منها أهلها بعد ملف عالق، ما تم تأهيل أغلب هاي المناطق، ما تم إعادة إعمار البيوت بوقت يغيب به الحديث عن هاي التفاصيل ببرنامج حكومة محمد الشياع السوداني. هذا الأمر اللي يعني استمرار معاناة النزوح بدون حل بالأفق، وبهالأثناء الداوى المدونون مناشدة من نازح يسكن بصحراء بزيبز بعد تهجيره وأسرته من جرف الصخر بدون وجه حق، وهو يطالب أن يوفروا له خيمة يحفظ بها أطفاله. خلونا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في مخيمات بزيبز القطاع الثاني، صار لهم 9 سنوات من النازحين. هاي الخيمة تشوفونها، هذه جرف الصخر، اريد اي واحد يتبرع له خيمة. خيمتي والله تعبانة حيل، لا حول ولا قوة. يعني هنا النازح ما قال أريد بيت، ما قال أريد ترجعوني لمنطقتي، ما قال أريد تنهون هاي القضية وترجعوني ديرتي، لا، يريد خيمة ببلد الخيرات. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك من ملاذ علي، إجا الشتاء الله أكبر عليكم، هذول الأطفال شنو بالله يصير من يكبر يخدم العراق؟ إذا هو صغير وبس الضيم والقهر وولد المسعورين بأرقى مكانات، لعنة الله عليكم دنيا وآخرة. ضياء الدين الله يساعدهم، الله يساعدهم والله، وين الحكومة؟ الله ينتقم منهم، نسأل الله أن يجعل كل عوائل المسؤولين مهجرين حتى يعرفون المعاناة. رأفت حميد يقول الله يكون بعونكم إن شاء الله تنحل كل أزماتكم وترجعون لبيوتكم سالمين غانمين. شاهين يوسف، لأن إيران الشر وذيولها ما يقبلون. كانت هاي أبرز التعليقات حول هذا الموضوع. وأبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك الله أستاذ أفن، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله.
استاذ عفد، احنا نعرف من 2003 ولحد الان العراق كله، كل العراق والشعب العراقي وكل محافظاته يعني مرت عليه ظروف ظالمه وظروف خاصيه نقدر نقول عليها ما شاف خير من هاي الحكومات المتعاقبه اللي حكمت العراقيين. بس ظروف ومعيشه كل مواطن عراقي عن مواطن اخر يختلف، الا ملف النازحين اللي هم هجروهم من بيوتهم وقتلوا اولادهم وسجنوا اولادهم بالسجون، اللي هي حكومه كل سلطه الاحزاب من ما يقارب من اكثر من 8 سنوات اللي لا قتلهم عفو ولا رجعت النازحين الى ديارهم ولا بنت لهم نقدر نقول اماكن تليق بهم وتليق باطفالهم وناسهم وشيوخهم، لا وفرت عنايه لهم لا مستشفيات لا كل الامور وسائل الراحه اللي هم اكثر من 8 سنين متعذبين مثل جف الصخر وبيفز كل هاي المناطق اللي عندنا بالغربيه او سواء بدياله، كل هاي الناس اللي متاثره من سلطه الاحزاب. هذا دليل على انه الحكومه والحكومات اللي حكمت العراقيين هم ليس بحب للعراق وليس بولاء لهذا المواطن اللي هو ما قدر انه يقدر يسوي شيء سوى انه سيطرت عليه هذه الاحزاب وهجرته من دياره بدون اي مقاومه هاي العوائل الى سلطه الاحزاب. فهاي المفروض اذا كانت عندنا حكومه عراقيه وحكومه تحب شعبها انه هذا الشعب اكثر من اكثر ما يقارب 1.5 إلى 2 مليون نازح، فهم متوزعين في شمال العراق في وسط العراق وكل مناطقنا اللي موجوده بالخيم اللي قاعدين بيها. فهاي لو كان عندنا حكومه وحب لها وفاء ونقدر نقول عندها غير على شعبها وغير على نسائها واللي هم يدعون بانه رجال مقاومه وقاومنا وقاتلنا، طيب راسكم وحلكم ونسوانكم وشيوخكم اطفالكم هذول كلهم محسوبين عليكم امام الدول وامام العالم، انه ليس عندنا طائفيه وليس انه ان يكون بهذا الموضوع اللي هم اكثر من ابنائنا السنه اللي هم تدمروا بسبب هذه الحكومات وسلطه الاحزاب. هذه السلطه اللي حكمت العراقيين هي سلطه غير تشريعيه وغير قانونيه، هي سلطه جتي انه تاثر على الشعب العراقي وتدمر الشعب العراقي من حال الى حال. فلو كان عندنا انه حكومه رئيس وزراء وعندنا قضاء عراقي انه اكثر من 8 سنوات والنازحين انه هم قاعدين بالخيام لا لهم احد موصلهم من هذول المسؤولين لا احد عندهم ابطالهم مبالغ ماليه ولا احد قدم لهم مساعدات. فهاي الامور هي اللي نقدر نعرف عليها هذا حقد على الشعب العراقي وحقد على ناسنا واهلنا اللي هم موجودين بالسجناء واللي هم نازحين اللي بعدهم تحت الخيام بالصيف او بالشتاء بدون توفير لهم. وعندنا هذا الشتاء انه قادم على برد، قادم على امطار، قادم على امور كثيره، فما تقدم لهم هذه الحكومه. للاسف للاسف احنا العراقيين ما نحب هاي الحكومه ولا نعتمد عليها لانه الشعب كله ما رايدهم. وبنشوف هاي استاذ هفل التاثيرات، المتظاهرين يطالبون حقوقهم، النازحين اللي يرجعون لديارهم ما يخلوهم. للأسف للأسف مهما كان ظلم هاي الحكومة وقسوة على الشعب لابد أن يجي يوم العراقيين ينتصرون ويطلعون ثورة عارمة هاي الحكومات الفاسدة اللي دمرت العراقيين. وإن شاء الله النصر جاي بعون الله تعالى. شكرا 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 لك أبو عمر. تحياتي لك. محمود من الموصل حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذول المفاسد وذا المفاسد لدين هذا العامل جاب الحدود المنازلية مع إيران. السلام عليكم. وياك دا أسمعك. هذا العامل جاب الحدود المنازلية، هذا اللي يقول ما خضرات بس على حصاني وجه الجيش. نعم. وهذا الحصان الآخر الحكيم 40 اسرائيل عنده لما حجز الحنطه مع المصفى والان 3 مليارات طن استلمت طن ياخذوا من الموصل ياخذوا طن 200 يسلموا من بغداد ب 700,000. نعم. هذا البار حجان السوداني هو لانه عنده طقه خير شويه ما شاف الطيارات اللي حتحمل من مطار بغداد. نعم. وحجزوا الميليشيات ماخذوا حق الطبع المطار اول البارحه. ما خلى واحد يطلع على المطار على شيله الطيارات ما وقفت على اصفهان ايران، كانت الميليشيات وحقائبها وتحتها
هذا يروح ورد لي تجي مثل ما رحت جيت يا حمايده. هذا حمايده الكاظمي من الرباط صاروا خير ترى مدسلها وياه الخزعلي. نعم قال اضرب لي هذا البيت ترى من غير بيت. هذا على جل حصاني كان مقدم حديثات كلها انظامها. نعم هذا حرام الاخر الطلع من هذا ابن ابي ام شريف اللي يقول لي انت يا السلطان راح المطيرات حملت من مطار بغداد الدولي ميليشيات على ايران تفرح لكل المواطنين. انت ما تحاسبهم انت ما تقول هم رايحين جايين البارحه يطلعون على بغداد يطلعون على بغداد حجي سامر يقول ترى جيت لبجارة ترى نذبحك ومنظر حجوز الى الليل. نعم يعني وانا وهذا ممنون شكرا عندنا سؤال في شكال. نعم شكرا شكرا لك اخ محمود. ابو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عمي افل. عليكم السلام والرحمة والاكرام. شلونك عمي شلونك؟ هلا بيك يا رب. قناة الرافدين انت وكادر الرافدين والله على راسي. يسلم لي راسك يا رب. نحمد الله على كل شيء. انتو شلونكم؟ والله الحمد لله. طبعا عمي افل بالنسبة خطير للنازحين ذولا يعني ذولا متفق من ذولا الحكومة هاي الميليشيات متفق عليهم يعني هجروهم من بيوتهم يعني سووا فيهم سووا اللي سجنوا هاي عزيزك بيت من الشعر حتى ولتهم نص انانة بسجن الحوت بالناصرية يعني يعني واثق عن كلامي عمي. نعم انا من الناصرية يعني تشريني ترى مو حياك الله اخوي حياك الله حياك الله. نعم ولتم تاسيس سجن الحوت زين ما حد يعني خطيه جاي يجون يراجعوا والله جاي يعني يقابلوهم يعني يجون خطيه من الرمادي من الموصل فانتم عم مشين طافي العالم بطلابه خوف يعني انتم متفقين عليهم. نعم زين يعني نزحتوهم من ديارهم حطيتها بخيمه هذا جاي الشتاء يعني انت ما تخاف من الله يعني يعني انت حتى انا والله انا يعني هاي حكومه النشاط جاي اناشدها انا يعني يعني شنو رايكم شلون يعني نقوم ثوره عارمه استقوى عليكم؟ نعم انتوا عمي كنتم اجنداء وكنتم ذيول هذا الحلبوسي ما يستحي يقول بابا من الناصريه بس الحلبوسي ما يستحي زين بطيئه من هجرتهم راحت بيوتهم تبلشت على رؤوسهم سجنتوه وعدرتوه زين وهجرتوه بحطتوه بخيم جاي الشتاء يعني هاي حوائجكم تقبل يعني انتوا لو صارت حوائجكم تقبلوا بيها وجاي تاخذون بيهم فلوس والله والله العظيم يعني حتى يعني حتى حلال كلوه زين يعني تجي مساعدات لا يعني جاي اشوفه لا اكو غافه هاي ابلاس خاص هاي ابلاس خاص الشريفه هاي الشريفه هاي ابو الاحزاب زين هاي المرتشي هاي ذاك يوم في مؤتمر هذا ما حد يقدر مرتشي انت زين هاي كلها من وراها اسرائيل من وراء امريكا والله العظيم يا افل يا عمي اصحى والله يا عمي والله تعطيهم دمار سجن الحوت شنو اللي هم ذولا؟ نعم شكرا شكرا لك ابو عمر. هشام من بابل حياك الله. السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله. شلون صار؟ نحمد الله على كل شيء. اخوي انقطع الاتصال ويا الاخ هشام. موضوعنا الثاني اقترح زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي اليوم حل وسط على حد قوله المسألة تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار بعد أن أجهض رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني آمال المترقبين أن يخفض سعر الدولار من قبل الحكومة الجديدة. وعد المالكي وهو رجل الظل المحرك للحكومة الجديدة اللي تلقب بحكومة الولاية الثالثة أنه تحديث سعر صرف الدولار ب 1375 دينار للدولار الواحد مناسب لدفع الضرر عن الاثنين المواطن والاقتصاد بمحاولة منا لرفع الحرج عن حكومة محمد الشاع السوداني بسبب اللي قاله واللي كان أكد أنه سعر صرف الدولار مرهون بما يرتقي البنك المركزي وأكد التزام حكومته برؤية البنك. طبعا هذا تناقض التصريحات السابقة على قناة آفاق اللي يديرها المالكي قبل أن تقابل هاي التصريحات بسيل من السخرية والغضب الشعبي. خلونا نشوف والاجتهادات
تتجاهل حقيقة واضحة وهي أن نظام الحكم في هذا البلد نظام نيابي، السلطة في مجلس النواب، سلطة تشريعية، السلطة التشريعية كلها السلطة، القوانين البنك المركزي من اللي يعينه، المجلس النواب، الحكومة من اللي يعينه، القوانين يقولون مستقلة، ماكو شيء اسمه. هذا خطأ شائع أنه والله قانونه مستقل. شنو مستقل؟ يعني يتخذ قرار يؤدي لي إلى هذه المذبحة، مو المذبحة اللي يقصدها البنك المركزي، لا، المذبحة اللي صارت على المواطن الفقير، واليوم نشوف الأسعار ونشوف مأساة المواطن وغلاء المعيشة والدواء و طيب هذا كله يصير وإحنا نقول والله مو صلاحيتنا، صلاحية البنك المركزي، شلون ممثلين الشعب هنا؟ هناك أحاديث وتصريحات حول هذا الموضوع داخل الأوساط الإعلامية السياسية الاجتماعية. أريد أؤكد على مبدأين أساسيين. أولا، هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، يعني ما تتجاوز القانون، والقانون قانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، فما يرتئيه البنك المركزي من قرارات من سياسات نحن ملتزمون به، وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك المركزي. هو مو قال عليه مو مستقل؟ واحد يقول له الله يساعدك نصدق الأول لو الثاني، وهذا أول انقلاب بآرائك، وراها ايش راح تسوي؟ الناس لما سمعت محمد الشاع السوداني وشافت المؤتمر اللي سواه علقت على هذا الموضوع. قحطان أبو علي يقول كل كلامك كسابقك فقط إعلاميا فيسبوكيا فقط، والشعب متهيئ لك عن قريب. أسعد فوزي يقول هذا الكلام اللي احنا منتظرين نسمعه ومراهنين عليه، أهم شيء ما يخيب الظن بيكم بأنه كلكم من نفس الملة. علي سمير يقول حلو أول قرار ما قدرت تنفذه، واضحة السنين البقية شنو، بتوفيق يا شعب. حيدر هشام يقول خوش كلاوات، يعني من غيره وسعر الصرف الكاظمي هو اللي وجه البنك المركزي، ومن يردون يرجعوا يقولون مو من صلاحياتنا، كافي ضحك على الشعب. كانت هاي التعليقات حول قضية سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ومطالبات الشعب بأن ينفذ محمد الشاع السوداني اللي قال سابقا بأنه ماكو شيء اسمه سياسة مستقلة أو قانون مستقل، لأنه السياسة ترجع إلى البرلمان العراقي حصرا. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو أنكم انتقلتم من الفقرة الأولى إلى الفقرة الثانية، ولكن حز بنفسي نداء النازح الذي يحلم بخيمة تهويه هو وأولاده. يعني سقف المطالب بالنسبة لكثير من النازحين يعني انخفضت من الرجوع إلى ديارهم، وهذا حقهم باعتبارهم أولاد الوطن، انخفض إلى مطالبة بخيمة. وهذه المطالبة بحد ذاتها فضيحة ووصمة عار لحق هذه الحكومة التي لا تعير أهمية ولو لإنسانية المواطن. إلى أي مدى وصل الحد بالمواطن إلى أنه يحلم بخيمة؟ أين داره؟ أين وطنه؟ أين الخدمات؟ أين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان يعني هذا أصبح شيئا في العراق ضربا من الخيال، لأن الإنسان في العراق أصبح بالنسبة لهذه الحكومة الطائفية أصبح أمرا رخيصا يمكن أن نتجاهله ويمكن أن نتساهل عنه في أي وقت. الغريب سيدي الكريم، يعني هناك ما يروي لي بشكل مؤكد عن اعتناء تركيا. في تركيا يقول مررنا في بعض الشوارع وإذا في الشوارع هناك بعض الصناديق المتناثرة، بعض الصناديق الخشبية المتناثرة على الشارع. يقول سألت المواطن التركي عن هذه الصناديق، قال هذا احتياط للكلاب والقطط عند الشتاء إذا نزل الثلج لكي تأوي إلى هذه الصناديق ويتحتمي من البرد ومن الثلج. فانظر لحكومة تفكر في حيواناتها وفي حياتها، وانظر لحكومة
أصبحت حياة الإنسان عندهم أرخص من كل شيء، وينطبق عليهم قول الشاعر أتذكره عندما قال: قد أسسوا من دموع الشعب دولتهم ويدعون جزافا أنهم بشرون. شكرا لقناتكم. شكرا شكرا لك أبو سمية. هشام من بابل رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا هشام. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي، كل هذه الأفعال اللي ارتكبتها الميليشيات الإرهابية، جيان هذول أذناب لهم خلف الفرس، أي والله، أولئك الحقراء جيان ولا أولئك المفسدين، كل هذه الجرائم اللي ارتكبوها كالنزوح والاعتقالات اللي ملأ السجون ومعتقلات بالأبرياء، لا ذنب لهم ولا أي ذنب لهم، ولكن هذه أفعال إرهابة الفرس المجهوس. ومن يتعاون مع النظام مع الميليشيات أذناب ومخالب الفرس المجهوس على تهجير واعتقال الأبرياء من تلك المحافظات. نعم. وكذلك حتى المراجع الفاسدة شاركت بتلك الجرائم في عدة محافظات وآخرها في الموصل، ارتكبوا مزيدا من جرائم بحق كل أهل الموصل. على تلك المراجع كذبة فاسدة أرابة الفرس المجهوز. نعم، أرابة الفرس المجهوز أولئك والله لا ذنب لهم، أمثالهم وأمثال أمثالهم. ومن يتعاون من النفايات مع هذه المراجع الفاسدة والقذرة جبلة جبلة، ما ذنب المعتقلين اللي ملأ السجون ومعتقلات هذه الأنظمة أرابة المحتاج. نعم، أرابة المحتل الغاشم والدول اللي تعاونت مع مع الاحتلال على غزة وتدمير العراق. نعم. أي والله أخبر. نعم. شكرا شكرا لك أخو هشام. شهد جناح العراق بمعرض بغداد الدولي انسحاب جماعي للشركات العراقية المشاركة بدورة معرض بغداد الدولي الحالية وراء توقف للدورات السابقة بسبب جائحة كورونا. أظهرت مقاطع مصورة خلو جناح العراق من المشاركين وراء قرار اتخذته بالانسحاب من المؤتمر أو من المعرض بسبب الإهمال الحكومي للصناعة العراقية. خلونا نشوف. هذا الأجنحة ساعة 7:15 انسحبت. احتجاج على موقف المسؤولين العراقيين تجاه الصناعة العراقية. الآن ساعة 7:15 مساء والأجنحة فرغت وينسحبون. المصنعون العراقيون قالوا أو الصناعيون العراقيون رجعوا بهالأثناء بيان لهم أسباب الانسحاب، العدة أسباب منها احتجاج على التهميش وعدم زيارة أي مسؤول حكومي بيوم الافتتاح، وأضافوا أنه سبب انسحابهم راجع إلى عدم المبالاة من قبل ذوي الشأن وعدم الاهتمام بصنع في العراق. خلونا نسمع جزء من البيان. العراق أصحاب المصانع في العراق، بالنظر للتهميش وعدم اللامبالاة الموجودة من قبل ذوي الشأن من الأخوة المسؤولون لعدم زيارة صنع في العراق، ومن المحرج أنه جميع السفراء والوفود زارت مصانعها الأجنبية ونحن لم يسأل علينا أحد من قبل، وهنالك حديث دائما لا وجود للصناعة العراقية، وأحدهم أصدر قرار قبل أشهر مما أدى إلى إغلاق المصانع أن افتحوا الاستيراد دون شرط أو قيد. نحن الصناعيون في العراق نقول نحن موجودون ولكن أنتم لستم بموجودين. سنغلق بالقوة قصرا تلك المعارض وتلك البوثات إلى أن تأتون طاوعين أو كرها. يبدو أن الصناعة مو بس هي المستهدف الوحيد بالعراق، وقائمة المستهدفين طويلة، خصوصا موارد العراق الطبيعية ومقدمتها النفط اللي تسيل عليها لعاب المافيات والأحزاب والميليشيات. أعلن اليوم عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة بعد ما أعلنت وزارة الداخلية توقيف
9 ضباط ويا المتهمين، من ضمنهم ضباط برتب رفيعة، يعني رتبهم عالية، بتهمة المشاركة بعمليات تهريب النفط بالصهاريج بالبصرة. ومن بين الضباط المعتقلين من قبل الأمن الوطني سمعوا مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن، مدير شرطة نفط الشمال العميد محمد طاهر محمد علي، مدير شرطة نفط الوسط العميد صباح سهيل عبد الله، وتضمنت لائحة الموقوفين مو بس ذولا، سمعوا بعد مدير قسم الإدارة بمديرية شرطة الطاقة العميد نبيل كاظم خلف مهوس، مدير سيطرات الشمال العميد حازم عباس صالح، وشملت مدير قسم العلاقات والإعلام ومكتب المدير العام بمديرية الطاقة العقيد أحمد فاخر راضي صابر، وآمر فوج مصفى الدورة العقيد خالد طلاع عذاب، واعتقلت وياهم مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط المقدم علي صاحب محمد، والمنسوب بقسم العلاقات والإعلام الرائد علي جاسم علي مجدي. وقالت مصادر مطلعة أنه عملية اعتقال خلية الضباط جرت البارحة، وأشارت أنه الشبكة ثقبت أحد أنابيب الخام المصدر في الزبير ومن مدة، وبحسب المصادر فإن السرقات تنفذ يوميا وبما لا يقل عن 10 ملايين لتر من النفط الخام عبر عشرات الصهاريج وعلى مدى 4 سنوات. بهالأثناء المراقبون والمدونون شككوا بعملية الكشف عن هذه السرقات وحجمها بالمقارنة وما يتم سرقته تحت غطاء القانون، وتم تداول مقطع مصور على يد مدونين لموقع التهريب، وأظهرت صور ثقب الأنبوب أو ثقب الأنبوب الرئيسي بتلك المنطقة بهدف سحب النفط الخام منه قبل أن يهرب. خلونا نشوفه. هذا محل الحادث، محل الحادث يقع على الشارع، على شارع خدمي، شارع الصيانة الخدمي للأنبوب الناقل للنفط الذي يبعد عن الشارع الدولي تقريبا 4.5 كيلومتر، محاذيا لخط الطاقة، خط نقل الطاقة الكهرباء. هاي محطة حمام مشرف، هذا الأنبوب. هاي النقطة التعريفية للأنبوب، مو هذا وزارة النفط، خط تصدير نفط خام ميسان. عمق الأنبوب هذا تحت الأرض تقريبا 1.5 متر. افتح الكاف بس مو على كيف، على كيف شوية قوي، هذا عد شوية، صح؟ شوية بعد ما وصل. سدة هاي الكاف. المفروض هذا الاعتماد الوحيد عليه بالموازنات، المفروض يحافظون عليه أكثر من عيونهم. على كل الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، وأول تعليق ويانا من هاشم فاضل عامر يقول: لو كان هناك قانون صارم لا أحد يسرق، لكن هذا بسبب تواطؤ الحكومة مع تلك العصابات التي هي فوق القانون. أما علي العلي يقول: وهل الذين قاموا بهذا العمل أناس بسطاء؟ طبعا لا، من يقوم بمثل هذه الأفعال والسرقات مافيات، لديهم سلطة ويوجد من يحميهم ويسهل أمرهم في الدولة. عقيل الوائل يقول: يعني صعب على وزارة النفط أن تشتري طائرات مروحية صغيرة أو طائرة مسيرة أو كاميرات حرارية وتراقب خطوط النقل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما حسين ابن المدائن يقول: بعد شي صير أكثر من هذا البوق وأمام أنظار الناس، وين الحكومة وين القانون لو هذا الشي أكبر من الدولة؟ فعليا هو أكبر من الدولة. صباح من بغداد، حياك الله. عليكم أستاذ أفل، أرحب بيك وبقناتكم الكريمة اللي جاي تنقلون الحقائق والملفات هاي الفساد اللي هي بالآلاف مؤلفة من بداية قدوم السلطة الحاكمة على ظهور الدبابات، يجمل لتخريب ما موجود من بنية تحتية حقيقية كانت دوائر دولة ومصانع. وتقريركم هسه نرجع إلى تقرير معرض بغداد الدولي، لكن هاي المشكلة مع البصرة البارحة، لا تتصور أستاذ أفل أن ذولي ممحميين من قبل سلاح بالدولة، وهو مثلا أمن الحشيد أو هيئة الحشيد اللي هم جزء من هذا اللي جاي يصير.
يعني هناك ما لهم مكاتب للعصائب والسرايا والحزب الله وغيره والحكومة المحلية والأجهزة الأمنية الأمن الوطني والمخابرات، وين دورهم؟ دور الأجهزة الأمنية وين؟ شنو احنا نفسرها انهم جزء من هذا الفساد ومستفادين من عنده، لان ما يصير مواطن مهرب، خلينا نقول مواطن بسيط يجي يجيب صهريجه ويحمل ويطلع، دول كلهم محميين وعندهم غطاء قانوني، يعني هاي الصهاريج اللي تحمل شلون تخرج من البصره الى غرب العراق او الى شمال العراق، مهما كانت وجهتها وهي المتوقع وجهتها الى شمال العراق، لان اكو نعرف احنا خط لتهريب النفط الاسود الخام عن طريق شمال العراق، زين هذول من يحميهم؟ يحميهم القانون، يحميهم فائق زيدان، ويحميهم المحافظ، ويحميهم مدير جهاز الامن الوطني والمخابرات والاستخبارات، كلهم محميين من قبل. وين عمليات البصره؟ الجيش وين؟ الداخليه، وزاره الداخليه وينها؟ هذول الضباط اللي ذكرتهم تقريرك رتب عاليه ولها سلطه وهم المستفيدين والمتنفعين من هذا التهريب. يعني شوف موضع البصرة وشوف المظاهرات اللي صارت وبالعمارة وبالناصرية وثوار تشرين والشهداء والجرحى، خرجهم ما عندهم لا وظيفة لا قوت يومهم، خرجهم ليطلبون بوطن ويطلبون بخدمات، والنفط جاي يسرق أمام أنظار هو الشعب. هو السؤال اللي ينطرح هنا، يعني الرتب والمناصب اللي انذكرت ويا اللي تم اعتقالهم أو اللي انذكروا بأمر الاعتقال مراتب عالية مثل ما أنت ذكرت، يعني هسه المفروض بعبد الأمير الشمري الوزير اللي صار قائد عمليات بالغلط، المفروض بها سيعيد هيكلة الوزارة كلها. بالطبع لو اكو قانون، ومفروض القانون على كل فواصل الدولة وعلى الشعب وعلى المواطن، المفروض بها هسه وزير الداخلية وابو الامن الوطني ورئيس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية ومحمد الحلبوسي الرئاسات الثلاثة، المفروض بيهم تشكل لجنة، اي واحد يتم القصاص منه يشوفون الاملاك اللي اشتروها هم واولادهم ونسائهم، اشقد دول الرتب اشتروا املاك داخل وخارج العراق، اشقد يملكون هسه، اشقد صار لهم يسرقون، مو 4 سنوات من 2003 ولحد الان النفط العراقي سايق ما لحد جاي تسرق، هي الميليشيات والمحافظ وشلة المحافظ والأجهزة الأمنية الموجودة بالبصرة هي المسؤولة الأول والأخير عن كل قطرة نفط انسرقت، وكلهم محميين، وصدقني حتى وزير الداخلية أيضا هو ما مشترك معاهم السابق والهسه الموجود، والدليل على أن نقول إحنا مشترك ما راح يحاسب أي واحد، أما إذا حاسب صحيح هو بريء من هذا الموضوع. السودان اللي يريد يبني دولة حقيقية اقتص من دولي كلهم الرتب، واللي وراء الرتب تعرفها من هو، تلقاه هو أمن الحشد والميليشيات اللي موجودة بالبصرة. نعم. أما معرض بغداد الدولي، إحنا كنا قبل 2003 تعرف معرض بغداد الدولي، كنا يعني هذا فد رمز للعراقيين، وتشوف الدول اللي تتهافت على معرض بغداد الدولي، وتشوف الجناح العراقي من وزارة كل الوزارات بدون استثناء، أتحدى وزارة بزمن صدام حسين ما تشارك بالجناح العراقي بإنتاجها وصناعتها. وين المصانع؟ وين وزارة الصناعة؟ وين وزارة الكهرباء؟ شنو جاي يسوون؟ شنو جاي تصنعون؟ ما عندكم أي إنجاز يذكر لكم. يعني كان معرض بغداد دولي والجناح العراقي الكل تتهافت عليه، يبيعون بأسعار بسيطة جدا، وشوف العرب وشوف الأجانب وشوف الناس اللي تروح تشتري من الجناح، وين الكتاب؟ وين الناس اللي تكتب؟ وين القراء؟ وين الصناعة؟ وين الزراعة؟ ماكو عندنا. فالناس سدوا الجناح، لأن جناح فاشل اللي جاي يديرون الحكومة من 2003 ولحد الآن كلهم عصابة جايين تقمون من العراق، ما جايين يبنون العراق، ما عندهم بناء، ما عندهم انجاز نذكره هسه حاليا من 2003 لحد الان. حكومه حزب الدعوه جايه متعامله مع ايران للانتقام من كل العراقيين وكل اطيافهم الاكراد والسنه والشيعه. تشوف فشل المعرض، وراح تفشل هاي الحكومه، وراح تفشل اي حكومه تجي هاي الحكومه مال المحافظه مالتهم ليوزعون الوزارات والرئاسات سنه شيعه اكراد، عبالك مال ابهاتهم للشيعه والسنه والاكراد مال ابهاتهم وزاره الصناعه. هي لازم يجي وزير كفوء باي وزاره يقعد على كرسي يحكم عنده خبرة بهاي الوزارة، مو يجيبون وزير دفاع مفصول وهارب 3 مرات من الجيش العراقي. نعم. شكرا لك أخ صباح. مشاهدينا الكرام، تسمعتوا رقم لما ذكرنا تهريب النفط 10 مليون لتر يوميا دي صير هاي التهريبات. إذا تردون تعرفون يعني كم برميل النفط حسب ما هو مذكور 158 لتر.9، إذا قسمنا 10 مليون
يعني إذا نحكي على 62,932 برميل يوميا، إذا ضربناها ب 80 دولار يعني يوميا كل واحد بيهم أو عفوا البوغا ماتهم 5,000,000 دولار و 34,000 دولار. وأنتوا حسبوها. ننتقل إلى ملفنا الرابع، نستعرض به تزايد وتيرة العنف بالمدارس العراقية وارتفاع نسبتها بشكل يومي. تظهر الوسائل الإعلام مشاهد تمارس بحق أطفال ما بلغوا سن الرشد. هذا الشيء اللي يأثر عليهم وعلى عقولهم وعلى نفسياتهم، وراح تخليهم يكرهون المدرسة ويكرهون العملية التعليمية بأكملها. ربما صار هذا العنف هاجس مرعب يم الطالب. هذا الشيء يعني أنه الطالب بريء، هذا الشيء ما يعني أنه طالب بريء ومنزه من الأخطاء والسلوكيات السلبية. لكن بكثير من الأحيان العقوبة تكون مبالغ بيها، وتبقى كل هاي السلوكيات تحدث أفعالها في المجتمعات والبيئات التربوية. بدل ما تصبح المدرسة أداة جاذبة للإنسان، أصبحت أداة منفرة إلى من العلم والتعلم. بهالسياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لطالب صف الرابع الابتدائي بعد تعنيف على يد مدرس مادة الرياضيات بمدرسة رواد العلم، فضلا عن شتمة بكلمات غير لائقة، وطالبوا الجهات المختصة بوضع حد لمثل هاي الممارسات. خلونا نشوف. أستاذ بلال ضربني بدون سبب على وجهي مرتين، وأنا كل شيء ما مسوي، يعني طان كتابه مع رياضيات قال لنا كتبوا، أنا ظل عندي مجال كتبت بيه ها، وصلت للسطر الأخير أجا ضربني وقال لي مطر وأنت غبي وأنت أثول. عندنا مقطع آخر للتعنيف داخل المدارس، ويبدو أنه هذا الأمر تحول إلى ظاهرة بعد أن تعرض طالب مدرسة الحميد بمنطقة اليوسفية للتعنيف على يد مدير مدرسته. المدير اللي يجب أن يكون معلم وإداري بنفس الوقت، معلم لتعليم الطلاب وإداري لإدارة شؤون الطلاب والمعلمين بنفس الأثناء، واللي من المفترض هو يكافح هاي الأساليب القمعية الغير مطلوبة. أظهر مقطع مصور هذا الطالب وهو يشرح اعتداء مدير مدرسته عليه بالضرب على عينه بالعصا بشكل خطير، ولولا رحمة الله كان فقد بصره. ايه عينك حبيبي؟ ايه ضرب من وين؟ ما ضرب عليه معلم؟ ايه يا مدرسة؟ بس العميد مدرسة الحميد؟ اسم المعلم؟ عبدالله. استاذ عبدالله؟ ايه. هاي ضربك بإيده بشنو؟ بالعصا. بالعصا هنا على عينك؟ ايه. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، اختارينا لكم مهدي علي والناس العوادي، يقول هذا عمل من شأنه يزيد الإقبال على المدارس الأهلية، ولربما هذا التعنيف مقصود. أبو نور الجابري، شرعا حرام، قانونا ممنوع، إنسانيا موقف غير إنساني، رجوليا ليست من شيم الرجال، عشائريا مرفوضة. أنت لا تملك التلميذ إذا أساء الأدب، عندك طرق قانونية وشرعية تستطيع أن تستخدمها. سيف علي، هذا تصرف مرفوض وحرامات لفظة كلمة أستاذ علي، إلا أنه بعيد عن الإنسانية وتظلم الأساتذة المحترمين المخلصين في عملهم. وآخر تغريد أبو أيهم أو تعليق، شنو هالقسوة تصرفات البعض بهذه السلوكيات المرفوضة؟ شرعا وقانونا فإنهم يسيئون إلى سمعة المعلمين. كانت هاي تعليقات الناس حول المواضيع الأربعة اللي ذكرناها لكم. وعدنا اتصال أبو علي من الديوانية، حياك الله يا أبو علي. أبو علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل حكومات العالم خدمة شعبها إلا حكومات العراق المتعاقبة على القرن أساءت إلى الشعب العراقي. هذا الطفل اللي ضرب على عينه هي أغلب دوائر الحكومة وأغلب الموظفين يستعملون، إلا كان يستعمل هذا الطالب ترى أغلب موظفين العراقي الحقارة مع المواطن اللي راجعهم الدائرة. نعم. هاي معروف على كل العراقيين، أغلب موظفين العراق بالدوائر الحكومية، هو ولا تقول هو موظف جاي من الشعب، لا بس جاي هو يعني سلطة سلطة للمواطن، وكأن المواطن لا شيء عنده. نعم. والضعيف يبقى ضعيف العراق.
وهاي الحكم اللي سرقت الاموال النفط ما نفط طلعت ميزانيه امريكا عد العراق المواطن العراقي ظل فقر ما يحصل كل شيء من عندها. نعم. لان ما دام اكو يد خبيثه سارقه للاموال ومعامله تحكمه هذا بزمن كورونا خدمه شعبها الا الدوله العراقيه بزمن زيادة الضرائب عليهم والجباية. نعم. شوف قد حقيقة نعم. شكرا شكرا لك ابو علي من الديوانيه. مع احتفال العالم باليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب بالجرائم المرتكبه ضد الصحفيين بعدهم صحفيو العراق وناشطوه يطرحون اسئله عن الاسباب اللي تدفع القضاء والحكومه لتاخير التحقيقات وعدم صدور نتائج مقنعه عن كثير من الجرائم المرتكبه بحق الصحفيين. وأكدوا أن صدور أحكام ضد مرتكبي بعض الجرائم ما يعني نهاية سياسية نهاية سياسة الإفلات من العقاب السائدة اليوم بالعراق. لتبقى مطالب توفير الحماية المناسبة للصحفيين وحماية حرية التعبير بالبلاد والوعود بتحقيقها مجرد حبر على ورق. مثل ما يشوف الصحفيون اللي يقفون أو يوقفون أمام رصاص الميليشيات والقوات الأمنية على حد سواء. لا الذنب أو الصوج سووه سوى أنهم يحاولون نقل الحقيقة إلى الناس وكتابة ما يروه بأنفسهم. مزيد من التفاصيل بسياق الإنفوغرافيك اللي أعد لنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين حول هاي المناسبة. خلونا نشوف. أريد ابني طلع ما رجع صار لسنة شنو ذنبي؟ اشخاص قاعدين يهجمون علينا هسه مثل ما تشوفون بحضور الدوريات وبحضور الشرطه وبحضور النجده وبحضور كل الدنيا وكل هالقوى الامنيه هم جاي يهجمون علينا بهذا الوقت. داخل المستشفى شوف الدولة العراقية وين واصلة هاي الدولة العراقية. أكو فقرة مدى يعرفوها أو فقرة مدى يفتهموها أو فقرة مدى يعملون بها. الصحافة لها تسمية السلطة الرابعة، يعني دا نتكلم عن رئاسات ثلاث أكو سلطة رابعة. سلطة تنفيذية هي الحكومة، سلطة تشريعية هي البرلمان، وسلطة القضاء وسلطة الصحافة. الصحفي من المفترض أن يدخل إلى أي مكان يلتقي بأي شخص يتكلم عن أي شيء وما حد يحكي وياه. الصحفي اللي من المفترض أن تكون عنده حصانة. هذا حال اليوم بالعراق. ننتقل إلى فقرة في برنامج صوتكم وهي الهاشتاج.
خريجو كليات علوم اللي جرى توظيفهم بوزارة الصحة صبوا جام غضبهم على وزيرة المالية بحكومة محمد الشاع السوداني طيف سامي بعد تسببها بتأخير صرف رواتبهم من أكثر من 10 أشهر. الخريجون جددوا مطالباتهم بصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصرف لهم من بداية عملهم بالوزارة حتى نهاية العام الماضي. وكان الموظفون قد تظاهروا أكثر من مرة أو ظهروا أكثر من مرة وجرى مواجهتهم بالضرب والتنكيل أكثر من مرة أمام مبنى وزارة المالية ببغداد ضمن حراكهم المطالب بصرف رواتبهم المتأخرة. واستغرب عدد آخر منهم من العراقيل اللي وضعتها الوزارة بالوقت اللي تنهب أموال العراق على مرأة ومسمع العالم، خصوصا فضيحة النهب الأخيرة اللي بلغت قيمتها تقريبا 2.5 مليار دولار. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات على وسم هاشتاج أين رواتب علوميين يا طيف. أول تغريدة ويانا من مهدي الذهبي يقول رواتب الموظفين العلوميين 7000 موظف على ملاك وزارة الصحة والمتأخرة لعشرة أشهر ذمة في أعناق كل من كان السبب في تأخيرها وكل من سمع بذلك فرضا به والله المستعان وهو ولي الذين ظلموا. هاشتاج أين رواتب علوميين يا طيف. رسل الكعبي هاشتاج أين رواتب علوميين يا طيف. نحن شريحة من العلوميين والبالغ عددنا 7000 علومي بمختلف الاختصاصات، تم تعييننا العام السابق من قبل مجلس الخدمة على ملاك وزارة الصحة وإلى الآن لم نستلم مستحقاتنا بدون رواتب منذ باشرنا في 29 كانون أول 2021. نحن أصحاب عوائل وبأمس الحاجة إلى الراتب. مهدي الصفراني صرتي وزيرة المالية وعندك كافة الصلاحيات، شنو الحجة بعد هاشتاج أين رواتب العلوميين يا طيف. محمد طيف سامي احنا بالله وبيج وين اكو موظف 11 شهر بيداوم بدون راتب يا ترى. ست طيف الوزراء الجدد راح يستلمون رواتب لو هم ينتظرون التخصيص. هاشتاج أين رواتب علوميين يا طيف. مشاهدينا الكرام كان هذا يعني ما منشر اليوم وما تم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي. ننتظركم إن شاء الله في حلقة يوم الجمعة المقبل ببرنامج سيادتكم. في أمان الله.